هذا سائل يقول: قول المؤلف كفر بعد كفر دلالة على أن كفران العشير شأنه كبير أكبر من فعل الكبيرة، أي أن فاعلته تكون أكثر إثما من هذه التي ارتكبت كبيرة معينة، فهل هذا صحيح؟ الكبائر تتفاوت يا أخوان، ما هي بالكبائر على حد سواء، بعضها أشد من بعض. أكبر الكبائر فيه، أكبر الكبائر فيه السبع الموبقات، الكبائر تتفاوت بعضها أشد من بعض. كفران العشير هو من الكبائر الشديدة. نعم.